بفكرة سابقة وعدتكم نحكي عن موضوع الثقة، واليوم حبيت أتوسع أكثر بهذا الموضوع لأنه بيهم يمكن كتير أشخاص، مثل ما قلت بحياتهم المهنية أهم شيء، بس كمان بحياتهم الشخصية مع تعاملهم مع العائلة، مع الأصحاب، مع الناس اللي حواليهم. في عنا 12 مبدأ إذا اشتغلنا عليهم وعلى أساسهم بيساعدنا هالشي نكسب ثقة بالناس أكثر، ويكون هالموضوع سريع وبسيط وسهل. لأنه مثل ما قلت لكم الثقة عادة بيقول، في مثل بيقول بالإنجليش trust is earned not given، يعني مش ممكن ناخد الثقة من الأشخاص، لازم نكسبها منهم، لأنه هي لا تعطى إنما تكسب. خلينا نحكي عن المبادئ الاثناش الأساسيين. أول مبدأ منهم هو بيعتمد عليكم أنه تكونوا عم تحكوا بطريقة مستقيمة ومباشرة مع الناس. يعني منقول تحدث مع الآخر بطريقة مستقيمة ومباشرة، يعني ما إذا بنحكي بالعربي مثل ما نحكي نحن باللبنان الدارج، ما تلف وما تدور، احكي جالس، كون حقيقي، قول الحقيقة، كون صادق قدر الإمكان. هلأ أكيد بتقولوا لي يمكن في إشياء ما فينا نقولها، ما عم نقول أنه خبروا أسراركم، إنما لما تحكوا عن موضوع معين جربوا دايما تكونوا حقيقيين بسيطين، استعملوا كلمات بسيطة. لما تحكوا كتير كلمات صعبة هالشي ما بيخلي التاني الشخص مقابلكم يوثق فيكم بسهولة. كل ما أكون بسيط بكلمات اللي بختارها، كل ما الشخص مقابلي بحسني قريب لإله وبيوثق فيي أكتر. وأكيد دايما جربوا تكونوا نحكي integrity بالإنجليش، يعني جربوا تكونوا مثل ما بتحكوا مثل ما بتتصرفوا، ومثل ما بتطلبوا من غيركم تطلبوا من نفسكم، بتكونوا عن جد متصالحين مع نفسكم وحقيقيين مع غيركم ومع ذاتكم. فحكوا جالس وحكوا الحقيقة. تاني مبدأ رح أحكيكم عنه، برهنوا عن احترام. الاحترام شيء كتير مهم لكسب الثقة. إذا بتحترموا نفسكم أول شيء بتكونوا عن جد عم تحترموا الآخر، وعم تحترموا الموجودين، وهالشيء بينمي عن خلق عالية وبيخلي الشخص يوثق فيكم. يعني بمبدأ كتير بسيط، برهنوا للآخرين وعن جد أنتم مهتمين لأمرهم، مش بس عم تحكوا عم مهتمين للشغل للمصلحة الشخصية اللي أنت بتلزمكم فيها، إنما برهنوا أنه أنتم بتحترمون تسمعونهم عن جد مهتمين للموضوع اللي عم يحكون فيه، ويكون عندكم نوع من الكيرينج أم الاهتمام بالشخص الآخر. هالشي كمان بيعمل ثقة سريعة بين الأشخاص. ثالث مبدأ بحكي عنه اليوم هو الشفافية. حكينا عن أنه تتحدث بصدق، بس الشفافية شوي مختلفة. شفافية بمعنى كل شيء بتتصرفوا بالمجتمع يكون شفاف، ما يكون فيه الغاز من وراه أم إشياء مخبية. يعني إذا أنا طريت فل، طريت اختفي من الشغل، ما جرب حط كتير أكاذيب لأنه الناس بتشعر أنه أنا عم جرب خبي إشياء عنهم، إنما أكون واضح لدرجة يعني الإفشاء عن كل شيء عم بيصير. أكيد أنا بحترم الخطوط الحمر للحرية الشخصية، ما فينا كمان الأمور الشخصية ما فينا نحكي عن كل شيء، إنما قد ما فيكم تكونوا شفافين. إذا كنتوا زعلانين ما عليه إذا فرجيتوا أنكم زعلانين، إذا كنتوا معصبين خلوا الناس تعرف أن أنتم معصبين. كل ما تكونوا شفافين كل ما هالشي بخلينا يوثق فيكم أكتر من ما تكونوا عن جد عم بتخبوا وتحطوا مثل ما بنقول ماسك، أم عم تحطوا قناع على الحالة اللي أنتم فيها. رابع مبدأ بنحكي عنه هو تصليح الخطأ. قديش أنتم بتوثقوا بشخص إذا شفتوه غلط وجرب يصلح خطأه ويعترف بخطأه؟ أنا شخصياً كتير بقدر هالأشخاص وبصير عندي ثقة، ما فيني أقول يمكن عمية، بس ثقة كتير كبيرة فيهم، لأنه إذا بيعترفوا بغلطهم بيعتذروا عليه وبيصلحوه، هذا بيعني أنه عن جد هني صادقين وأنا بصير بوثق فيهم أكثر. صلحوا خطأكم، هذا رابع مبدأ. نوصل للمبدأ الخامس اللي رح نحكي عنه اللي هو الوفاء. يعني إذا حدا عامل معكم منيح دايماً بادلوا بالمنيح وتذكروا المنيح. إذا يمكن ذكرتوا أسامي الأشخاص ونادتون بأسمائهم، أشخاص يمكن بتشوفون قليل أم مش دايماً، بس عندكم وفاء لقلهم وبتذكرون، هالشي كتير بيخليهم يوثقوا فيكم ويعتبروكم مصدر ثقة. يعني تحدثوا عن الأشخاص كأنهم موجودين أو مش موجودين، هيدا بيدل عن وفاء كبير. يعني إذا أنا الشخص عم يسمعني ولا ما عم يسمعني، الخبرية عنه أم رأيي فيه لازم يكون واضح وهو ذاته، هيدا الشي كمان بيعمل ثقة كبيرة بالناس. سادس مبدأ بنوصل لحكي عنه هلأ هو تحسين الذات. يعني كل ما أنا لاحظ أنه في شخص عم يشتغل على حاله، عم يعمل personal development لإله،
وعم بيزيد طاقاته وعم بيكون عن جد مثابر بشغله، هون هذه يمكن بتساعد أكتر بالشغل من بالعلاقات الخاصة. هالشي كمان بيعطيني ثقة فيه. إذا أنا شفت شخص عم يتقدم عم بيحط مجهود كبير كرب عمل أم كموظف، بصير عندي ثقة بشغله أكتر، وهالشي كمان بيحسن صورته وثقتي فيه مثل ما قلت بالأول. ثامن مبدأ بنحكي عنه هو مجابهة الحقيقة. يعني إذا في شيء صار شيء مشكل بالعمل أم صار في لغط معين أم سوء تفاهم، كل ما بتروحوا أنتوا من تلقاء نفسكم تعرضوا الحقيقة، لو هي عادة واحد ما بيحكي فيها أم بيخاف يحكي فيها، كل ما تحكوا فيها بجرأة وبصراحة كل ما الشخص بيثق فيكم وبحس إنه هو أشخاص خارج ثقة وعن جد حقيقيين وما بيكذبوا. تاسع مبدأ بنحكي فيه لليوم هو تفسير الاكسبكتيشنز أو التوقعات. يعني إذا أنت رب عمل أنا توثق فيك لازم تكون كتير واضح معي بشو توقعاتك مني، مش انصدم بآخر الشهر أم بآخر السنة إنه حدا يقول لي مثلاً ما أتممت وجباتك مزبوط، ما رح تاخد إضافة بالمعاش، ما رح يكون في تقدم لإلك. هذا الشيء بيخلق عدم ثقة. يعني لو أنتوا كنتوا واضحين وقلتوا شو توقعاتكم من الآخرين، لما الآخرين ما يقدروا يلتزموا فيها ويفشلوا ما بيكون عندهم خيبة أم بيكون عندهم عدم ثقة فيكم أم بيحسوا مخدوعين. فكونوا كتير واضحين بتوقعاتكم من الآخر، إن كان على الصعيد الشخصي حتى أم صعيد العمل. أنا وقت بقول لشخصين شو متوقع منه، إذا بقول لصديقي أنا متوقع يتلفن لي مرة بالأسبوع، لما ما يتلفن لي وإزعل منه ما بيكون في عنده خيبة أمل أم عدم ثقة، إنما بيعرف إنه هو غلط بحق. عاشر مبدأ بنحكي فيه هو تكونوا مسؤولين، يعني تحمل المسؤولية مع النفس ومع الآخر، مع ذاتكم ومع الآخرين. يعني إذا أنتم مسؤوليتكم مثلا إذا عم نحكي عن علاقة زوجية، مسؤولية الرجل تنقول يهتم بأمور البيت من إحضار الطعام، إذا ما أحضرتوا تحملوا مسؤولية التقصير وكمان حملوا الشخص الثاني تقصيره. يعني إذا الزوجة مثلا ما قامت بطلب معين بتحضير مثلا دروس وفروض الأطفال، عم بعطي أي مثل، كمان تكون هي مسؤولة. فمارسوا المسؤولية بالحالتين عليكم وعلى الآخرين، هالشي بيعمل ثقة كتير كبيرة. إذا أنا حسيت شخص مقبيل عم يتحمل مسؤولية نفسه أنا كمان بصير بوثق فيه وبحترمه أكثر. المبدأ رقم 11 تستمعوا للآخر. كتير بوثق بالشخص اللي بيسمع لي، ومش بيسمع لي يعني يكون عم يسمع وعم يفكر بغير شيء، بس اللي بيسمع لي مزبوط قبل ما يحكي ويعطيني رأيه بيتأمل بالشيء اللي عم بقوله وبجرب يفهم شو المهم لإلي. فتسمعوا للشخص اللي مقابلكم بدينيكم بعينيكم وبقلبكم. فكل ما تكونوا حقيقيين بهال التنسق أم السماع للشخص الآخر، كل ما يكون عن جد عم يوثق فيكم وعم يحسكم عن جد مهتمين، لأنه ما عم تعتبروا إنه بتعرفوا إنما عم تسمعوا حتى تعرفوا. وهون في فرق كتير كبير، الناس اللي بيتسرعوا بالحكم على الآخرين منهم مصدر ثقة. نوصل لآخر مبدأ لليوم ببناء الثقة اللي هو الالتزام بالوعود، وهذا بتصور أهم مبدأ بمبدأ الثقة. أنا إذا بلتزم بالوعد اللي عملته وبكمل فيه للآخر وما بتخلى عن الناس اللي حولي إلا ما حقق الوعد اللي قمت فيه، هالشي بيعمل ثقة كتير كبيرة بالناس. وجربوا تفكروا بكل الناس اللي بتوثقوا فيهم، يمكن أكتر شيء أثر فيكم أنه ولا مرة وعدوكم بحيلا شيء إلا ما سابروا تيوصلوا ليحققوا هالوعد. نصيحتي لكم ما توعدوا إذا مش قادرين تحققوا، لأن هالشي بيخسركم كل شيء.